يا سيدي المغاربة ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربة البارح. ولكن إذا كانت الشعب المغربي أقل وطنية وأقل غيرة من آبائه وأجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، أنا تنقول له حذاري حذاري، إلا ما فكيتيش الآن صحرتك اليوم راه ما نعطيك شي 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمة، ضعيف الوزن، منعدم القيمة. حذاري حذاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم العائلة ديالنا، العائلة الكبيرة، عائلة إلياس نيوز تيفي. تبارك الله عليكم والله يحفظكم فين ما كنتوا. إذا الموضوع ديال اليوم في 4 ديال الفقرات، وداك الشيء خفيف ظريف ومهم جدا. إذا وقفات احتجاجية في قلب إسبانيا كطالب برحيل النظام الجزائري. ندخلوا في الفقرة الأولى، وقبل ما ندخل فيها مباشرة، واخا ما كنتش باغي نقول لكم جمجموا ولا تخمموا، كنعرفوا الاوفياء ديالنا يلاه كيدخلوا كيضربوا على لايك. اذا بالنسبه للجزائر اخواني واخواتي، حنا راه ماشي حاقدين، بغينا هاد المظاهرات وبغينا يعني لهم الدمار ابدا، وانما ملي كتعرف عندك واحد العدو يتربص بك في كل شيء، يحاول ان يستعمل المكر في كل شيء، فهنا كتعرف انك متجاور مع الشيطان. بحال اللي قال الحسن الثاني رحمة الله عليه، مع من حشرنا الله في الجوار راه مصيبة كحلا. ولهذا نقول، وبالنسبة لي أنا والتوجهي، ماشي نطبع مع إسرائيل، نطبع مع الشيطان ومرتو ونسيبتو عائلتو وخالتو، من اللي كنشوف وكنعرف وأنا متأكد من مدى سوداوية القلب ديال النظام الجزائري، واحد الفئة اللي كتبع لهم من الهمج الرعاع، وكذلك من قوم تبع من أنزال الأمة العربية. ولهذا كنقولوا على أن الرحيل ديال النظام العسكري إن شاء الله يجب أن يكون قريبا باستطاعة وقدرة الشعب الجزائري، يعني الفئة المحترمة النقية الطاهرة الزكية. ما كنهضرش على أولاد الكراغلة، ما كنهضرش على أولاد النطف اللي الخبر في راسكم، فهادوك راه معروفه. واخواني اخواتي حنا لا نتزايد والله، الا ملي كتشوف يعني واحد الارض فيها ناس، مع احترامي لهم كاملين، الا الفئه ديال اللي ما عندهم لا هويه ولا اصل ولا انفصال. اذا على كل حال، شوهد تجمهر كبير البارح الخميس اللي ضم الالاف ديال المهاجرين الجزائريين اللي ساكنين في مختلف المدن الاسبانيه في مدريد امام وزاره الداخليه. علاش؟ باش ينددوا بالاستبداد وإرهاب الدولة اللي كيمارسوا النظام العسكري الجزائري. وكذلك المشاركين بدأوا كيرددوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية شعارات كطالب إسقاط النظام العسكري الفاسد من السلطة، ووقف مسلسل تجويع الشعب. الشعب ولا الهم دياله هو البطاطا، ذكروها كذلك في المظاهرة. كيف ما نددوا المتظاهرين بضرورة وضع حد للظلم والقمع، الاعتقالات التعسفية اللي كتوقع في صفوف شباب الحراك، وكذلك في شباب ورجال جمهورية القبائل المحتلة، وطالبوا بإقامة نظام مدني في الجزائر، يعني يسقط حكم العسكر. كيف ما شددوا المتظاهرين على ضرورة الإفراج على كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكذلك وقف ممارسات التعذيب والتنكيل والاغتصاب في السجون، في كل سجون البلاد والمؤسسات الأمنية ديالها. تحالف دايرين ما يسمى بالأجهزة الأمنية، اللي هي مجرد منظمة إرهابية يحميها القانون والدستور المصطنع والمفتعل داخل ما يسمى بدولة الكراغلية أو دولة الكبرانات. وكيعاني الشعب الجزائري مؤخرا من أزمات عديدة كيف ما كنعرفوا كاملين، أبرز هذه الأزمات واللي كذلك ما نسوهاش وما تغافلوش عليها، اللي هي غياب المياه، وكذلك أسطوان الأكسجين أو أسطوانات ديال الأكسجين، وكذا غلاء المواد الغذائية وغيابها كاع من جميع او بعض الولايات، ما بقاش كاع بعض الولايات ما بقاش فيها بعض المواد الاساسيه. كاين اللي غايقول لي المغرب، لا المغرب تزادوا شي مواد، تزادوا شويه ديال هكا وهكا بحال بزاف ديال الدول، ماشي انعدام السميد في بعض المدن، انعدام الماء الصالح للشرب في بعض الاماكن انعدامها،
ماشي انعدام البطاطا في كثير من الأسواق حتى تضر الناس باش يهجموا على الحقول ويتقاتلوا، ماشي لدرجة حتى ولاو يديروا هاشتاغ الجنس مقابل البطاطس عياذا بالله. إذن الغلاء ديال المواد الغذائية والغياب ديالها من بعض الولايات، ولاو المواطنين كينتظروا لساعات في طوابير طويلة من أجل شي حاجة اللي هي من المفروض تكون موجودة في كل مكان باش يحصلوا على البطاطا وزيت المائدة والدقيق او نصف يترو ديال الحليب. الناس في اسبانيا نددوا بهاد ما يجري في دولة الكبرانات، نددوا بالدموع بعضهم يعني بالدموع، كيفاش كنا وكيولينا، واش في 2021 الناس ما لاقينش باش يطيبوا لا زيت لا بطاطا لا دقيق، مصيبة سوداء. في نفس الوقت البوليزاريو محضونة داخل الجزائر، دولة داخل دولة، دولة برئيسين، دولة بوزير كذا وزير كذا وزير كذا. وما نساوش البوليزاريو داخل الجزائر قال لك جمهورية الصحراوية كذا، وقال لك وزير البيئة. أنا وزير البيئة دوختني كاع الرمل القياطن العقارب، وزير البيئة. البيئة ديالاش بيئة؟ ملي كتسمع البيئة كتخيل شي حاجة بحال هكا خضورية البهجة، كتخيل بالله راه الهواء النقي. على أيين خبير إسباني كيف فضح تسليح الجزائر للبوليزاريو باش يستهدفوا مصالح المغرب، تكلم وقال بيدرو كاناليس خبير جيوسياسي من أصول إسبانية، قال على أن النظام العسكري بالجزائر متورط في عملية تسليح والتحكم في انفصالي جبهة البوليزاريو. هما كيقولوا غير مراقبين وحنا ماشي طرف، وحتى الموائد المستديرة كذا ما نكونوش فيها، هذا هو المعلوم. ولكن العالم يعلم يسمع ويرى على أن البوليزاريو عصابة ومنظمة إرهابية تحتضن من طرف الجزائر وتسلح وتدعم بكل ما أوتيت من قوة منذ 45 سنة، وذلك قصد الإضرار بمصالح المغرب الكبرى. وكشف كاناليس وقال ملي جاء ضيف على برنامج يبث على أمواج الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو، قال على أن الجزائر كتحكم في البوليزاريو، كتحكم فيها وكتدعمها وكتسلحها وكتستقبلها على الأراضي ديالها دون أدنى احترام للجوار من أجل المساس بالمملكة المغربية. وقال على أن الدفاع عن أطروحات البوليزاريو كتهدف إلى صناعة مناورات النظام الجزائري بهدف زعزعة استقرار المغرب، هذا هو الهدف الوحيد الأوحد والأول والأخير، هو محاولة زعزعة استقرار المغرب، لأن السبب واحد من كثير من الأسباب، وهو أن الشعب الجزائري كيشوف دولة مجاورة غادية للأمام في التنمية وفي البنية التحتية، وفي الناس المغاربة كتشوف يا سلام تبوغيصة والجمال، غادي هي يا سلام غادي غير القدام، غادي القدام كاين نقائص نعم، ولكن غادي الإيجابيات غادي والعجلة غادية كتدور للأمام. فهما ما بغاو الشعب الجزائري يشوف هذا الشيء قدامهم، وهذا الشيء غادي يزيد يخليهم خاصة دابا لأن كورونا هي اللي كانت حبساهم، وغادي يوليو دابا غير هذه يومين خرجوا في الجزائر العاصمة دغيا كذا قمعوهم، هما غيبداو يخرجوا في العواصم الأوروبية. ونعم سيدي بإذن الله النهار اللي غتسمع هبوا جميعا، ومن اللي غادي تسمع إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، والناس غي آمنوا على أنه ومن يهب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. هبوا لإنقاذ بلدكم بالطريقة اللي كتشوفوها أنتوما، احنا ما كنحرضوا تشي واحد على فعل أي شيء بطريقة وبشكل معين، أنتوما كتشوفوا أنتم أيها الجزائريون، أنتم من اغتصبت نساؤكم وأمهاتكم وبناتكم في العشرية السوداء، أنتم من تقررون، أنتم من يزج بأبنائكم وإخوانكم وأبائكم اليوم في السجون، أنتم من حرقت غاباتكم أيها الإخوة والأخوات في جمهورية القبائل المحتلة ودمرت أراضيكم. إذن أنتم اللي غادي تعرفوا كيفاش غادي تنقذوا بلادكم من النظام المحتل للجزائر. إذن غنمشيو لفقرة أخرى، بالرغم من الأزمة
المغرب كيجتمع اليوم مع الجزائر وإسبانيا في العاصمة الفرنسية باريس. شنو هو السبب؟ كيفاش وعلاش؟ هادشي غنطرقوا ليه الآن وبعجالة. اليوم الجمعة كان في باريس كل من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والأستاذ ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ورمطان العمامرة وزير الصنادلية أو وزير الكراغلية، فكانوا مجموعين تماك في المؤتمر الدولي حول ليبيا اللي كتستضفو العاصمة الفرنسية باري أو باريس. وكيتزامن الحضور ديال كل من المغرب والجزائر وإسبانيا في قمة باريس في ظل التوتر اللي كنعرفوه كاملين واللي كتشهدوا العلاقة المغربية الجزائرية وغادية في تصاعد مستمر مع هاد الناس اللي درنا فيهم الخير عبر عشرات السنوات وحنا كنديروا معهم الخير. ولكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردها. التمرد ملي كتعطي شي حقير كتعطيه أكثر من اللي كيستحق. على كل حال هنا غادي نشوفوا على أن من بعد أشهر من الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة اللي اندلعت ما بين الرباط وإسبانيا أو ما بين المغرب وإسبانيا، من بعد ما استقبلت الحكومة هاد المصيبة الكحلة ديال بن بطوش ولا إبراهيم الرخيص، تسمية ما عندوش وقال لك رئيس قال لك جمهورية واسمية صحيحة ما عندوش. على كل حال وضحت وسائل إعلام إسبانيا استنادا إلى مصادر من قصر لا مونكلوا أن بيدرو سانشيز ما عندوش اجتماعات ثنائية مبرمجة في الأجندة دياله خلال هالزيارة هذه لباريس، ولكن هناك احتمال كيف ما كيقولوا غتكون تحيات تبادل، يعني نقاش بعض الآراء اللي هي شائكة على خفيف. واليومية والصحيفة ديال إل بايس الإسبانية المعروفة قالت على أن المؤتمر حول ليبيا في باريس غادي يكون فرصة سانحة لإسبانيا للوساطة ما بين المغرب والجزائر في الأزمة اللي كتأثر على إسبانيا كذلك، بمعنى هي مسألة الغاز الإسبانية مسألة ما يعني المسألة مسألة مصالح، يعني ما يهمها ويخصها إسبانيا غتقدر تحاول تدخل ما بين المغرب والجزائر. ولكن بالنسبة المغرب السياسة ديالو واضحة وبينة، الجزائر كذلك سياستهم واضحة وبينة، العداء والحقد ولا شيء غير ذلك. إذن الكاف إخواني وأخواتي صدم الجزائر بخصوص المغرب، يعني صدمة احنا كنقولوا مرمقوه او يعني في حال بغيتي تقول قمعوه زكات. وتبعوا معي الله يخليكم، هذه هي اخر فقرة ولكن مهمة بزاف، لان غنشوفوا ما بين السطور شنو الجزائر كيفاش كتحاول ما امكن باش تضرب المغرب او المصالح ديال المغرب باي وجه من الوجوه. اذا زكات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم القرار السابق ديالها بتعيين الحكم سمير كزاز المغربي المعروف كحكم المباراة النيجر وبوركينا فاسو، وهاد المقابلة هادي اليوم في مراكش اليوم الجمعة، دابا يمكن راهو ملاعبين واخا هادي بخصوص يعني التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال ديال قطر 2022. اعترض واحنا جينا لبيت القصيد، اعترض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هادو خاوة جيران ها، اعترضوا على تعيين الحكم المغربي، قال لك بداعي ان كذا مؤامره غريبه من صنع المغرب لكبح طريق المنتخب الجزائري في بلوغ المونديال. جا الكاف الكونفدراليه ديال ردوا عليهم وقالوا لهم، يعني رد كان قاسي، ومن ابرز ما جاء في هذا الرد هذا انه لا دخل للاتحاد الجزائري بخصوص تعيينات الكاف الخاصه بالحكام. وكذلك وضحوا على ان المباراه او هذه ديال ما عندهاش علاقه بتاتا بالجزائر وكتهم منتخبين اخرين، الجزائر غير مدخلين حمارهم في اسبوع الفرص يخشين كرموستهم في الشريط. يلا كيفاش؟ قالوا لهم نعم سيدي على ان المحتوى ديالكم او محتوى الاعتراض فارغ بالنسبه لهاد دوله الكراغله، وما عنده حتى شيء مشروعيه هكذا بالضبط، وما عنده حتى شيء مشروعيه. والحكم الكزاز المعروف غادي يساعدوا في المهام التحكيمية دياله بعض الحكام المعروفين إلى آخره، هناك مغاربة اللي هما
دائما في اي مجال من المجالات واقفين شوكه في حناجر ولاد الكراغله وكيديروا لهم غصه في قلوبهم. وتحيه للاستاذ ناصر بوريطه، تحيه لكم اخواني واخواتي اينما كنتم واينما تواجدتم. تبارك الله عليكم وعاش جلاله الملك محمد السادس نصره الله وعاش الشعب المغربي العظيم. وتبارك الله عليكم واسمحوا لي يعني هكا يعني ما ربما حيت بعض الناس كيقولوا لي كتغيب وانا ما كنبغيش نكثر عليكم، يعني كنبغي ندير داك الزور غيبا تزداد حبا، ما كنبغيش يعني هكا بحال اللي كيديروا شي. المهم على كل واحد براسو، يعني داك كل ساعه طق 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 طق، فكنقول زعما بنادم يدير هكا وهكا يبقى عزيز وكذا. فقولوا لي رايكم الله يخليكم. انا كنقول بعض المرات كنقول ندير فيديو في النهار او فيديو كل يومين، قولوا لي رايكم. غير انا ضد تماما اللي كيديروا يعني خربق 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 وثلاثه اربعه الفيديوهات في النهار وداك الشيء من اجل المردود المادي. فالحمد لله كمراسل صحفي وك يعني كصانع محتوى وكمقدم برامج الحمد لله عندنا خدمه ديالنا. ولكن المهم احبكم في الله، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم في امان الله. أمة المغرب دولة.